ليلة عيد الميلاد بكل العالم في ولاد نطرين الهدايا ملابس لعب كمين وملفوف العلب بالزين وكتير الهدايا وطارين الولاد بعيد الميلاد يوم ليلة عيد الميلاد بكل العالم في ولاد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد ايه الليلة اكبر عيد ودرة جيب العيدية مسا الخير يا حلوين أنا الليلة شجرة العيد درة حاملة مع الهدايا وجاي لعندكم كل هدية أسوأ قصدي أحلى من التانية ما أنا بحبكم أنتو حبيبات قلبي ما أنتو أصحابي بالعيد ولازم أهديكم فكرت 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 احترت قلت يا درة شو هالهدايا اللي بدك تجيبيون ما بدي يكون كليشي وجيب هدايا مثل كل الناس كان بدي هدايا مميزة لأجواء مميزة إلكم بالعيد أول هدية لمين يا درة الليلة حلوة الليلة عيد والكل جاي فرحان سعيد وانا لولا العيبة ودي تبقى غريبة انا كنت ارقص بالعصا رقصني يا مروان طب رقصني العصا لمين عصا هديتي الك يا مروان عصا حتى تخفف لي عصبية وتروق بقى بدنا نروق بدنا نروق سامي مش بس انت وحدك بدك تروق كمان رافائيل شو يا رافائيل عطول حكي حكي ولك شو بتضلك عامل ولك شو عامل انا لقيت الحل هديتي الك رح تخليك تبطل حكي شطة حرة فليفلي من كل الأنواع هديتي إلك بالعيد كل الأنواع إن شاء الله تحبها مين بده منكم هدية يا صغار ماما درة مع هدية للكل بس اثنين منكم رح يكونوا عندهم هديتين لأني رح أعزمهم يجوا يمضوا عطلة العيد عندي هابي هوليدايز حنان ما احرقك ما نسيتك أنا بالهدية قولك إلك هدية أو اثنين أول هدية إلك هالمرية جبتها مكسورة بركي بتبطلي تتمري وتركزي شوي على دروسك خليكي ناطرة يمكن بعد إلك هدية دينا يا دينا اشتقت لك أنا أنا كمان اشتقت لك ديتك مميزة تستاهلي لكن ما تخافي إذا الليلة عزمتك لعندي وكنتي نوميني أنا جبت لك معي حفلة رقص أرجوك يا درة بدلة رقص هيك إذا ما مشي حالك بالغنى جربي الرقص شو رأيك؟ أنا دايما بقولهم كده والله شك شيك شك شو مين بيحلم أكتر شي بالأكاديمية؟ مين بده ينام ويحلم؟ إيهاب شوف طن درة شو جابت لك يلا هيك فيك تاكل وتنام قد ما بدك بس يمكن الليلة حلمك يكون كابوس إذا كنت نوميني يلا خلينا ننطر يا صغير نزيل اتفضل شو بتتوقع عهديتك ليه بعيدة هالقد؟ برا يلا يا درة اسحبي يا ما في شي صعب على درة شو بتتوقع شي طبق بيتزا يعني شي برجر او فروج دجاج
ليك شو جايبت لك يا حبيبي انت هيدا اكل بلاستيك ولا سعره حراريه لا بنصح ولا شيء ماكول الهنا نسيم اوه هايدي قبل ما اعطيك هديتك بس بدي اعرف منو هيدا يلي كان بدك تنتحري كرماله بالبرايس منو هيدا ما فيش حد منو هيدا مش حزينه وحياه ماما مش حزينه بعدين ليش حزينه يا بنتي شو صاير معك فضبطيني انا مضره تيجي نروح انا وانت النادي نفضفض لا شكرا شوفي شو جبت لي اذا بدك تنطري فارس الاحلام رح تصيري هيك انت وناطره ما بيستاهلي اني بدك تبكي عليه محمد عباس كيف كانت السفره وين عجبته وين هون ايه انا رح سفرك من جديد لكن هالمره عبر دره ايرلاينز وين واي تيكت لمصر روحه بلا رجعه شو رايك يلا حضر حالك الليله مين بعد انيس مين بعد مين 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 بعد ما طلع له هديه من دره انيس اجيت عند العيله انيس اسمعني منيح وركز لغتك بالعربيه لازم لها تحسين كرمال هيك هديتك تربوية قاموس تعليم اللغة العربية قاموس درة اللي فيه كل التعبير من فقهاء اللغة العربية من دار درة للنشر إيه والله لأنشرك طلع ملائق هاي بتعرف معناتها بالصفحة 576 كلكن أخدتوا هدايا هلأ ركزوا معي منيح بعد فيه هديتين لاثنين منكن انا كريمه وانتو بتستاهلوا مين قولكن يلا جاهزين اول نوميني عم يتلاقوا الاصحاب لهدية خلف الباب ودرنا الليلة بالدار ودوروا ولاد صغار واول نوميني من الكن عيد سعيد رافائيل ولا لا 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 عم يتلاقوا الاصحاب وهدية خلف الباب ودرة صارت العيد والعيد اسوارة بإيد والإيد تعلق على الشجرة وميني واحد جديد تاني نوميني منقله عيد سعيد أنيس كم بيبي كم بيبي كم لو شو ما عملتوا بعد فرقونا يلا يا حلوين هيدي كانت عيدية الدرة بتعرفوا هودي الهدايا من قيمتكم مش من قيمتي الأسبوع الجاي رح نودع السنة ونودع واحد منكم كمان رجعت لكم ميري كريسمس